حبيبتي وين الوعود؟ حبيبتي وين العهود؟ وين الوعود؟ وين العهود؟ وين اللي كنا نتمنى؟ تركتيني وحيد بالليل تلعب فيني الأفكار، تركتيني بلي دليل وفي قلبي تشب أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، ونكمل معاكم إشوار سهرتنا بدون زعل لهذا المساء، وضيفنا وضيفكم فنانكم المحبوب يوسف المطرف. حياك الله أستاذ يوسف. الله يحييك أستاذ. أخوي يوسف، دورك على الساحة الفنية اللحظة شبه مفقود أو ضائع، شو السبب في ذلك؟ والله ضايع، لا مو ضايع أو شبه مفقود، لكن أنا دائما ممكن أكون متأخر يعني بين تقديم العمل والعمل آخر جيت لي يعني، فلذلك ترى أعمالي متأخرة يعني، وأنا دائما متأني يعني. طيب ليش؟ شو السبب في التأخير؟ هل هو كسل أو عدم وجود نص؟ لا طبعا أنا لي يعني لإيجاد النص الجيد هذا ياخذ مني فترة يعني زمنية. يعني ما أدري ليش، يعني غيرك ياخذ نص مو جيد طالما أننا نشوف أعمالهم باستمرار؟ لا طبعا انا احب ان اتميز يعني، هذا اتهام منك ان غيرك يستعجل يمكن ياخذ نص مو جيد. انا الان اتكلم عن ما يخصني في اعمالي يعني، اقول لك ان انا دائما الوقت المتاخر فيه بين تقديم العمل والعمل اللي يتلي هذه دائما تاخذ مني وقت لايجاد العمل الجيد، فلذلك أنا أحب أن أكون متميز في تقديم أعمالي الجيدة الخالدة بإذن الله إن شاء الله. من خلال رحلتك عبر الغناء نكتشف أن المطرف لا يصلح سوى الحفلات، شو راح تقول وبدون زعل يعني؟ طيب وبالحفلات؟ الحفلات اللايف قصدك يعني؟ طبعا اللي مقصود عندي أو الإعداد أنه لسمرات فقط، ما أقدر يعني اللايف يعني أو الحفلات اللي على المسرح. طيب يعني انا ظاهر فيها في صوره جيده يعني حفلات اللايف هذه. والله السؤال يقول انك انت لا تصلح الا للحفلات يعني، اما الغناء العام فما ادري يعني طبعا. شو السبب يعني؟ هو بالنسبه للحفلات اللايف هذه دائما يكون الفنان فيها ظاهر فيها في طبيعه صوته وامكانياته، وما في شيء من التصنع، وتبين إمكانياته وابتكاراته الارتجالية في الحفلات اللايف يعني، لذلك هذه الصورة الحقيقية أقصد للفنان يعني. فالحمد لله دامي أني نجحت في هذا هذه الصورة، الحمد لله أنا إن شاء الله أنت أعطيتني مرتبة الشرف يعني. مشاهدينا طبعا لا زال معاكم في سهرتنا بدون زعل، وضيفنا وضيفكم يوسف المطرف، وننتقل الى سؤال اخر يقول: وانت في قمه شعبيتك اخو يوسف، ظلمت اعلاميا على جميع الاصعده، وعندما ذهبت للتعامل مع الكلمه التي لا معنى لها، واقصد بذلك قد يكون لا معنى لها، تم انصافك، ايش ترد يعني؟ انا اول شيء ماني مظلوم اعلاميا يعني، لكن ممكن تكون اعمالي المصورة غليلة يعني، ولكن بإذن الله إن شاء الله يعني راح نصور كم أغنية من القديمة ومن إن شاء الله الجديدة. أنا أشوف يعني أكثر الفنانين قد يقدمون أغانيهم الجديد يعني، يعني على طول أول بأول، أنت هي راح ترجع حق أغانيك القديمة من ألبوماتك القديمة. إي لأنها لا هذا، هل هذا لعدم وجود أغاني ناجحة في ألبومك الجديد مثلا؟ لا طبعا، لأن القديمة ما زالت الحمد لله تردد على يعني ألسنة الجمهور ويتغنون فيها، فلذلك أنا ما أحب أظلم أعمالي
الناجحة القديمة يعني، فلازم أصورها بإذن الله. وبالنسبة للجديد إن شاء الله كذلك راح نصوره إن شاء الله. بدون زعل، رغم الشهرة اللي وصلت لها واكتسبتها، ظل صناع الكلمة الجيدين والمتميزين والملحنين أيضا بعيدين عنك، يا ترى شنو السبب في ابتعادهم عن الفنان يوسف المطرف بالذات؟ هو ممكن أكون أنا ما تعاملت ويا، يعني ممكن تكون أسامي معروفة اللي أنت تتعامل معها فقط. نعم، هو أنا قصدي أن اللي تعاملت وياهم في بدايتي الحمد لله قدمت خذيت منهم أعمال وايد جيدة وقدمتها والحمد لله ونالت النجاح الكثير يعني. وبالنسبة للشعراء أو الملحنين اللي في الساحة ظاهرين في الساحة الإعلامية يعني على مستوى الإعلامي، قد يكون أنا مقصر في تعاملي معهم، ولكني وجدت الجيد مع الملحن اللي قدمت له الالحان في السابق. هذه مره اخرى انت تلقي اللوم على نفسك في انك انت ما تتعامل مع الشعراء. ما نحن نلاحظ بعض الاسامي من كتاب الاغنيه والملحنين قاعدين يساهمون في تطوير وفي نجاح اكثر مطربين حتى اللي بعدك في المجال الفني بفتره طويله يعني. قد تكون اعمارهم الفنيه قصيره جدا الا انهم وصلوا الى مرحله لا باس فيها او حققوا نجاحات كبيره جدا. هو انا مو لوم الوم نفسي باني ما تعاملت وياهم، انا قلت لك اللي قدمته جيد، ولكن انا في الحقيقه ما تعاملت وياهم يعني. ولكن كذلك في الاعمال الان الجديده ان شاء الله راح في لي تعاون باذن الله. تقدم لك شيء؟ طبعا يا ليت تذكر لنا عاد بعض الاشياء اللي عندك او قدمت لك. والله ان شاء الله الجديد هذا عشان يكون عندنا سبق الفني في الخبر في بساراتنا بدون زعل. حياكم الله. الجديد ان شاء الله اللي راح يطرح في الاسواق شريطي هذا فيه من كلمات ساهر والحان محمد رويشك، فيه من الحان يعني فيه من الحان بشارة وكلمات، فيه من كلمات احمد مدو. وباذن الله ان شاء الله راح يطرح الشريط هذا بعد العيد باذن الله يعني. انزين، في قبل السهره سمعت منك ان في بعض الاعمال تسجلت، ما ادري لمست نجاح اللحن في لحنك انت لنفسك او في الحان غيرك لك انت؟ هو لا شك ان ما في واحد يعني اقرب مني لنفسي مع احترامي للملحنين او الكتاب اذا كنت كاتب كلمه مثلا، ولكن في وضعي هذا في هذا الشريط يعني لحن طبعا احساسي انا يعني وباذن الله ينال اعجاب الجمهور يعني. طبعا احنا ما ودنا يكون البرنامج دعايه حق الالبوم القادم، لان ودنا نسمع شيء من الفنان يوسف المطرف في سهرتنا. حبيبه خاطري حبيبه خاطري راحت وراحت مشاعر خافقي مشاعر خافقي تركض وراها. حبيبة خاطري حبيبة خاطري راحت وراحت مشاعر خاطري مشاعر خاطري تركض وراها. على المرأة دموع العين راحت تسابقها تريد تكسب رضاها. الله عظيم. بس من كلماته ومن الحان هذه من كلمات الامير مشعل بن محمد ال سعود والحانه. المهم احنا لا نزال معكم اعزائنا المشاهدين وايضا نواصل سهرتنا بدون زعل وضيفنا يوسف المطرف. يوسف المطرف طبعا انت متهم بانك من اصحاب الاتجاه الرومانسي ولا تستطيع ان تنجح الا في هذا المجال، وايضا احنا سمعنا الاغنيه اللي قبل شوي هم رومانسيه.
صحيح، لأن أنا أختار مثل ما قلت لك الكلمات المؤثرة دائما، وأصيغها في لحن يتواكب مع الموضوع. في هذا الاختيار يعني أنا أجد نفسي يعني في هذا اللون. كذلك هو الموضوع المؤثر دائما يكون عايش أكثر يعني، وكل ما سمعته وأثر فيك هذا هو الخلد يعني. يوسف، طبعا في ألوان كثيرة تحقق نجاح وتزيد رصيد الفنان بشكل عجيب وبشكل كبير، في النقازي، في الوطني، يعني وينك أنت من الوطني وينك من النقازي؟ قدمت الوطني ولكن ما تصورت يعني الأغاني، وأعمال كثيرة قدمت يعني للإذاعة. طبعا انا ما راح ارجع واقول لك، لانك انت قبل شوي وافقتني انك انت السبب في عدم نشاطك وكسلك، وانك ما قاعد تقدم اعمالك للتلفزيون. وممكن تكون ظروف بعد التلفزيون المخرجين او يعني ممكن ما تسعفهم الظروف بين يصورون الاغاني يعني، او الوقت ما يساعد يعني. لذلك والحقيقه يعني انا ما قدمت اعمال كثيره وطنيه، ولكني قدمت. على العموم طبعا نرجع معك ونقول لك بدون زعل يا يوسف، وابتسم شوية ضاعت ابتسامتك. أنا مرتاح. ليش جمهور المطرف يفضل وجوده في الحفلات الشعبية وما يفضل وجوده في الكاسة العام كباقي المطربين؟ الحقيقة أنا يعني مثل ما قلت لك أتعايش واندمج كثير في الجلسات الخاصة هذه اللي هي الجلسات الحية يعني. لذلك الجمهور يحب يشوفني على طبيعتي وغني في كل. تختلف طريقة الغناء لايف عن الكاسيت؟ طبعا. زين ليش ما تكون في نفس الطريقة طالما أنت عارف أن هذه الطريقة هي الأفضل واللي يحبك فيها المستمع؟ الاستديو موازين محسوبة، جمل محسوبة، إطار تغني فيه يعني ومحسوب عليك. فلذلك تراني في الجلسات الخاصة ما أخذ راحتي وأدي على راحتي وأرتجل كثير، فهني يختلف الأداء والعطاء يعني. طبعا هذا تأكيد سؤالنا اللي قبل شوي. قبل شوي سألناك وانت تهربت من السؤال، على العموم الحين تأكدت لنا ان بالفعل انت تحب الغناء في الحفلات اكثر من الكاسة العام. وفعلا وكل فنان، مو بس انا، كل فنان لما يغني لايف دائما يكون متواصل بغناء يعني، مش مثل الاستوديو. الاستوديو كل بيت يغني بروحه يعني. هل انت لك نشاطات بالفعل في الحفلات الخارجية اللايف؟ كباقي الفنانين لك يعني نشاطات؟ نعم. خارج الكويت؟ كثير. نحن دائما نقرا في الصحافه ان الفنان الفلاني اقام حفله في المنطقه الفلانيه في الدوله الفلانيه، الا يوسف المطرف. لا انا بالعكس اقمت حفلات يعني كثيره برا ومنها لندن يعني، ولكن مو كل الاماكن تفضل هذا الجو انت. انا افضله كطبيعه تاديه غناء اي، ولكن الجو الوجه العام للحفله ما. ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ الوضع يعني الوضع هناك مش مستوي. كيف يعني؟ هي فيها مصلحه ماديه ولكن ما فيها راحه، او ما انا ما ارتاح للوضع يعني. ابدا؟ مع انك انت قبل شوي وافقتني ان مستمعينك او عشاقك يحبونك باللايف، وانت ايضا تحب الغناء باللايف. اي انا قلت لك انه مش كل الحفلات اللي برا مستواها غير مقبول يعني. لا يعني هل انت تعتقد في قرارة نفسك ان افضل من غيرك من الفنانين اللي قاعد يقيمون حفلات خارج الكويت؟ لا انا اكلمك عن نفسي، في اماكن ارتاح منها وفي اماكن ما ارتاح منها، لذلك مش اي مكان اغني فيه يعني يعرض علي ان اغني فيه أقبل يعني. ترى بدون زعل. تفضل. إيه بدون زعل، لأن نفس الفنانين اللي قاعد يغنون في نفس الأماكن أنت في بعض الأماكن ما تغني فيها يعني، وهذا يعني أن أنت مواجه. إجرنا على سؤالك الأولي. كيف
اعمالي اللي اقدمها. لانه انت تقول مساء الجو العام ما يعجبني، يعني لازم يكون في اسباب. شنو الجو العام؟ شنو اللي تبيه؟ يعني شنو المفروض يكون؟ يعني انا ابي اطرب نفسي يعني في نفس الوقت اطرب الجمهور يعني. ولكن ارى ان الوضع اللي اغني فيه برا ما ادري، انا ما ارتاح منه يعني، لان ما في اندماج الحقيقه، عرفت شلون، من الجمهور يعني. طيب احنا طبعا لازلنا مع مشاهدينا في سهرتنا بدون زال، ونرجع ونقول لفنان يوسف المطرف بدون زال، ليش نلاحظ احيانا بان المطرف يفتقد الخصوصيه، يعني ليس له هويه معينه؟ كيف؟ ماني فاهم. يعني اول شيء بقول لك بدون زال، وين هويه يوسف المطرف؟ الفنيه ولا هويتك الفنيه؟ بالطبع هذا انا موجود و اسمي معروف الحمد لله، ولي جمهور ولي شعبيه. احنا نبي هويتك بين الفنانين، يعني وين اللمسه الخاصه؟ يعني الفنان لما يرسم مثلا لوحه يكون 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 بعض اللمسات يعرف من هذا الفنان. يعني انت شاهدت اني انا مميز في تقديم الرومانسيه وفي تقديم الاغاني العاطفيه، هذا قاعدتي يعني واساسي. اذا هذه يعني لمستك الخاصه اللي وضعتها في مشوارك الفني. كل فنان متميز في لونه وطبيعة ما يقدم يعني من أعماله. زين، اتجاهك الرومانسي هل هو الشيء الوحيد اللي ما راح تتغير عنه؟ يعني هل هذا هو راح يكون خط سيرك إلى نهاية مشوارك الفني؟ هو أنا أقدم كل الأعمال اللي تعجبني يعني، وبداية أنا أنظر للموضوع يعني في البداية، ثم للحن اللي يصار له يعني. فأغني أي موضوع يعني، سواء كان وطني أو عاطفي أو ديني، أي موضوع أغني. لكن اتجاهك الرومانسي هو الوحيد اللي غير البصمة. هو أنا مبدئيا بدأت في التقديم أول عمل شريط عاطفي، فلذلك ممكن اكون انعرفت في هذا الاطار يعني. وعموما انا في الجلسات الخاصه قدمت كل الالوان يعني. وين الوعود حبيبتي؟ وين العهود؟ وين الوعود؟ وين العهود؟ وين اللي كنا نتمنى؟ تركتيني وحيد بليل، تلعب فيني الأفكار. تركتيني بلي دليل، وفي قلبي تشب. بدون زعل.